مشاهدينا الكرام، للمزيد حول صراع الأحزاب على المناصب والحديث عن تنصل الإطار التنسيقي من وعوده بإجراء انتخابات مبكرة، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. حياكم الله دكتور قحطان. أهلا وسهلا بك، حياك الله وحيا القناة والمشاهدين الكرام. يعني أطروحة الانتخابات المبكرة كانت هي على طاولة الإطار التنسيقي، كان هو الشعار المرفوع في فترة بعد الانتخابات، والآن نرى بعد تسلمهم المنصب عن طريق محمد الشاع السوداني الآن يتنصلون من هذا الوعد، والحديث الدائر داخل الأوساط أنهم لا يريدون إجراء انتخابات مبكرة، لماذا؟ بدأ التنصل عن المسؤولية وعن العهود والوعود مسألة طبيعية فيما يسمى بالعملية السياسية بشكل عام، وبالقوة المتنفذة وبالإطار أو جماعة الخندق ما يسمى الخندق الموالي إلى إيران حالة طبيعية. ولعل جميعنا يعرف أن كيف كانت قبل مدة طويلة غير طويلة أن الأمريكان والقواعد الأمريكية مستهدفة وكذا وكذا، والآن تم التناسي والتراجع عنها. عملية الانتخابات بعد بالتأكيد بعد أن تمكن الإطار من أمور الدولة العراقية والهيمنة بشكل عام واستقر الحال عند شخص قريب إلى إيران، فما عاد بالتأكيد ضرورة لما يسمى الانتخابات، لأن قد يخسرهم المزيد من المقاعد، وبالتالي عليهم أن يذهبوا إلى حجج كالذي قالوها النجاح السوداني في إدارة الدولة لكي يبقوا مدة 4 سنوات أخرى. إذن هي طبيعية جدا أن يتنصلوا عن الوعود ولم يلتزموا بشيء، سيما أنهم قد تنصلوا عن الإسلام أصلا وتنصلوا عن العراق أصلا. هل يكترثون لرأي الشارع، لرأي جمهورهم بهم، لرأي من يؤيدهم إن كان هناك من يؤيدهم ضمن الشارع العراقي، خاصة وأنهم رفعوا شعار كلا لهذه الانتخابات المزورة كما قالوا؟ نعم، مزورة والفرز كان مو صحيح وكذا. أنا أقول لا أخي العزيز، هم أولا ليس لهم رأي حتى يؤخذ بأن ينزعجوا لا ينزعجوا، هم موجهين من قبل إيران. واحد، اثنين، التابعين لهم والموالين لهم هؤلاء بيادق، يعني ليس إلا مجموعة وناس مستفيدين، وبالتالي ليس هناك لأي معيار سوى معيار المصلحة ومعيار الخدمة الخارجية. الرأي الأكثر الأغلبية بالتأكيد بتضاؤل، وسيما المنطقة الجنوبية التي كانوا يتوقعون أنهم هي حديقتهم الخلفية نبذتهم، ومع هذا هم ماسكين الأمر بالنار والحديد، وكما هو واضح من حيث الأجهزة الأمنية والقدرات الخارجة عن القانون التي تتحكم بآراء الناس وبالمواقف الناس. إذن لا يكترثون إلى الناس ولا يأهبون، لأن لديهم قوة عسكرية تفرض الحالة، وبالتالي لا أعتقد أنهم ينتبهون إلى رأي الشعب. دكتور قحطان، هناك من يقول بأن إيران التي تسيطر على المشهد السياسي الآن ليست كإيران التي كانت تسيطر ولا تزال على المشهد قبل بضع سنوات. هل برأيك ضعف الدور الإيراني والتأثير الإيراني على العملية السياسية ربما؟ ليس على العملية السياسية مباشرة، بقدر ما إيران أضعف مما كان سابقا نتيجة للضغوط الأمريكية الفعالة عليها، وذلك إيران بدأت تعطي التنازلات تلو التنازلات لأنها تخشى فعل أكثر اقتصادي غير اقتصادي قد يزيل هذه الطغمة القائمة على قمة الهرم في إيران، وبالتالي هي تضحي بكل الأشياء، وحتى العراق الذي يعد أساسي لها وحديقتها الخلفية وصدها الأول منيع، وحتى هذه العملاء الموجودين في الداخل إيران لا تتوانى أن تضحي بهم وتدفعهم إلى الهلاك مقابل بقاء النظام الإيراني قائم كما هو. إذن الموازنة ما بين إيران وأمريكا في العراق الآن مؤشراتها لصالح أمريكا، لذلك إيران تعطي التنازلات تلو التنازلات وليس غير ذلك. طيب، نأتي إلى مقتدى الصدر، الطرف الذي سلم هذه العملية السياسية على طبق من ذهب إلى الإطار التنسيقي، الآن هو يريد العودة مرة أخرى إلى المشهد عن طريق الاعتراض على قانون الانتخابات وما إلى ذلك، لكن هل بقي له تأثير خاصة بعد أن سحب البساط من تحت أقدامه برضاه؟ هو الخطوة لم تكن موفقة بالمرة، رغم أننا أرى أنه لا يختلف عنهم تماما، ولكن إذا ما تابعنا الأمر كأطراف لعبة متبادلة،
هم عندما أخرج نفسه من العملية السياسية إذا لا مجال له لرأي في داخل هذه العملية السياسية على قد تقدير حتى تأتي الانتخابات القادمة. واحد، لأن هو خارج البرلمان نهائيا وخارج السوق. الشيء الآخر، الحراك الشعبي رغم أنه له شعبية كبيرة بالتأكيد لا ينكر ذلك، ولكن ليس بالضرورة كل حراك الشعبي يؤيد حراك الصدر، ودليل ذلك الذي حصل عندما حصل مجلس البرلمان. لن تكون العراق بشكل عام وثوار تشرين معاه، لذلك رأى نفسه في ضيق. الشيء الآخر، أعتقد أنه يحاول أن يعيد ذاته، ولكن لا أعتقد أن يجني شيئا منه إلا أن يضغط باتجاه آخر، هو زيادة التصارعات المباشرة تدفع باتجاه تسريع الانتخابات أو تغيير حالة معينة، ولكن لا يمكن أن يثمر فعله عن طريق داخل العملية السياسية ولا عن الحراك الشعبي العام، ولكن عن طريق جماعته، وهو أدرى كيف يدير جماعته ولديه القوة العسكرية الخاصة به. طيب، هو جرب الانتخابات، فاز بها ضمن انتخاباتهم دعنا نحصرها، ومع هذا لم يستطع السيطرة على البرلمان أو الاستحواذ على الحكومة. إذا تغير قانون الانتخابات من عدمه، ما الذي سيتغير في المشهد السياسي طالما كانت هناك جهات متمسكة تقتتل في سبيل الحصول على المنصب كالإطار التنسيقي وهذه الميليشيات؟ هو أي تغيير حسب ما دلت التجربة هو تغيير تكييفي وليس تغيير حقيقي. واحد، اثنين، العملية السياسية طالما مبنية على أساس محاصصة مذهبية طائفية، ثلاث مجموعات سنية شيعية كردية، إذن لن يتحقق النصاب نهائيا، وحتى 50+1 لن يتحقق نهائيا. لماذا؟ لأن الكتل مقسمة إلى 3 أقسام، زد على ذلك عملية شراء الذمم قائمة بشكل واضح للجميع. إذن أنا أعتقد أن العملية السياسية هذه لن تنفع، ودائما أؤكد يجب أن تغييرها برمتها وإعادة قوانين أخرى كقوانين الأحزاب، قوانين الانتخابات، حتى يمكن أن يكون هناك شيء ديمقراطي إيجابي. أما أنه خلال العملية السياسية هذه وإن جرت التعديلات الشكلية لا أعتقد تقدم ولا تؤخر نهائيا. أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر سكايب من بغداد، شكرا جزيلا لك.